متتبعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غنناقشوا فيه مشكل تاع الاحسان الرمضاني. لاحظتوا بان نسبه توزيع القفه رمضان هذه السنه كانت قليله مقارنه مع السنوات الماضيه، علما بان هذه السنه هذه تتعرف مشكل تاع غلاء الاسعار ومشكل تاع غلاء تاع الخضروات والفواكه وجميع المواد الغذائيه. علاش نسبه القفه رمضان كانت قليله مقارنه مع السنوات الماضيه؟ من اجل الجواب على هذا السؤال نستضيف السي عادل فضيل، رئيس حركه نداء مولاي رشيد سيدي عثمان مدينه الدار البيضاء. السي عادل، كما قلت السؤال ديالي، علاش قضيه قفه رمضان كانت قليله مقارنه مع السنوات الماضيه؟ شكرا الاخ بوستا وشكرا للطاقم ديال انفاس بريس على هذه الاستضافه. دائما معكم في بعض المواضيع اللي كتكون هي اللي سائده وتناقش بشكل قوي وبشكل كبير في الدار البيضاء ولا على المستوى الوطني، هو هذه المساله اللي شرتي لها ديال القفه رمضان. كما يعلم الجميع في السنه الفارطه كانت واحد الامداد ديال الاسر، وكانت واحد الوقفه اللي كلنا فرحنا لها وقلنا على الاقل كان هذا الوباء ديال كورونا، كانت التكافل الاجتماعي، كانت المساعده الاسر المحتاجه والفقيره واللي عانات من الوباء والغلاء. ولكن في هذه السنه بانت بواحد الشكل فظيع بان الكل تخلى، وحنا كنعرفوا دابا كما شرتي ليها ان دابا الغلاء كثر بزاف وكما تنعرفوا ليسونس وهذا، ولكن الناس محتاجين في هذه اللحظه. هنا بدا بعض الفاعلين تيربطوا المساله واش هي كانت مجرد واحد زوبعه من المساعده والتكافل وان واقفين مع الاسر، وبانت بان فعلا كانت نيه ماشي صادقه من اجل الاحسان العمومي، وانما كانت مجرد استماله الاصوات واستماله الاسر المحتاجه من اجل التصويت ورفع العدد من المصوتين لاكتساب مقاعد. وهذا تيحيلنا بان هذا تيتسمى واحد الالتفاف على ما هو احساني وما هو هذا من اجل استفاده غير 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 منطقيه وغير اخلاقيه وغير دينيه. يعني ما وجه توزيع القفه تكون يعني طالعه بزاف قبل من الانتخابات الجماعيه او البرلمانيه، شنو بغيتي تقول الاستفاده؟ بغيت نقول بانه شهدنا والكل شهد بهد الحركيه اللي كانت ديال توزيع القفه والمساعده وفي الايام وابان الحملات الانتخابيه، ولكن دابا كنقول ماشي كل شيء تخلى ولكن جل، وبقاو الجمعيات اللي كانوا ناشطين في هذا العمل الاحساني وفي العمل التكافلي هما اللي بقاو يعني يصارعون الزمن ويصارعون الغلاء وتيديروا المجهود ديالهم من اجل انهم يبقاو في هذاك المنحى ديال المساعده كل السنويه واكثريه في هذه الايام الفضيله والرمضانيه. بالنسبه لكم انتم في عمليه مقاطعه سيدي عثمان مولاي رشيد، وهي العمليه اللي تتعرف شو نوع من الهشاشه، واش بذلتم مجهود في اطار التوزيع تاع القفه ولا انتم قلتوا الله يحسن العوان؟ المساله ملي كانت في الاول ديال السياسي كما كنقول القفه السياسيه، كانت جميع الجهات وجميع الاحزاب كتمشي لهذا المنحى ديال المساعده، وكان عندنا يعني اتلج صدرنا اننا كما معروفين احنا عندنا ديك الهراويين، عندنا مناطق زعما هشه وفقيره، ولكن في هذه الاونه الاخيره ما درنا ذاك المجهود البسيط جدا اللي ما فيهاش اش كما تنقولوا لها، اللي ما فيهاش الصوره مع المشهد مع حفظ الكرامه ديال الانسان. يعني ما حاولتوش توثقوا العمليه؟ لا، ما كنحاولوش نوثقوا ليها، وحفظا لكرامه المواطن، وتا من 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 اجل اننا الا بدينا كنوثقوا ولا بدينا هذاك ما يمكنش تعطي لشي ولا ما تعطيش لشي، وحنا ديجا كنا نقولوا بان ما يمكنش تفرق ما بين المحتاجين، لان القفه كيحتاجوها كاملين، وكنا محتاجين لهذ الوقفه مع بعضياتنا وفي تآزر مع بعضياتنا، وكنا نحن كنسيئوا لهذيك المنطقه المساله ديال انت معايا او ضدي في هذا العمل الاحساني، وانت عرفتي ما كان واقع ديال ارا لاكارت خاصك تكون مسجل، وتما كنا كنحطوا واحد علامه استفهام كبيره اللي حتى دابا غابت، ناس مسجلين وناس هذا وما خداو والو لحدود الساعه. يعني بالنسبه لك قفه رمضان ولا الاحسان العمومي ما خصوش يكون مرتبط بما هو سياسي، خاص يكون على طول السنه، ما يكونش ايضا مقتدب على شهر رمضان.
تماما هو التكافل تيبقى طول السنه والتآزر، هذا الشيء من شيم الاسلام اللي عندنا ومن الاخلاقيات اللي تربينا عليها، اننا مساعده الاخر كاينه في حتى الصدقه راه تطفئ نار الخطيئه. والمشكل اللي دابا تنوقعوا فيه هو علاش الناس ما تآزروش في هذا الوقت اللي الاسر والناس محتاجين لواحد كما تنقولوا ما طيشي وحده راه محتاج لها هو يضيفها في القفه ديالو. وتنتمناو ان شاء الله ان الناس يداركوا هذا الامر ويحاولوا انهم ينساوا هذوك الحسابات السياسيه والصراعات وهذا، ويحاولوا يقدموا يد المساعده. وهنا فين كتبان واش فعلا كانت عندهم نيه صادقه من هذا الاحسان العمومي واللي تنعرفوا تاثروا القانون بحكم جمع التبرعات وهذا. ومن هنا تندعوهم جميع السياسيين لا في المناطق ديالنا لا في المناطق الهامشيه لا في جميع المناطق اللي كتشهد الهشاشه والفقر انهم يمدوا يد المساعده، لان الاسر فعلا تراكم عليها كل شيء، الشهر رمضان العيد.